أهلا بكم. من يقول إن مفهوم الثقافة يقتصر فقط على الأفكار ونهل المعلومة فهو من دون شك مخطئ وبعيد عن المعنى الحقيقي لهذا المفهوم، لكن من قال إنها أي الثقافة تتعدى ذلك بكثير لتكون لبنة أساسية في سلوكنا اليومي الذي يضمن لنا حياة أكثر رخاء وسهولة ويسرى، فهنا قد أصاب في حكمه وتمكن في تشخيص الحالة بتعمق وتمعن. مشاهدينا، ما هو برأيكم المقياس الحقيقي لمدى الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات؟ لا تفكروا كثيرا، لأنه ببساطة المقياس الحقيقي يتجلى في طريقة ممارساتنا الحياتية وشكل التعامل مع كل ما يحيط بنا. إنها الثقافة عصب الأمة ونهجها نحو التقدم والرقي والنهضة والتنمية. إنها الثقافة التي تساهم إيجابا في توجيه الأفكار نحو الإبداع والتميز، وتساعد على إبراز مكامن قوة المجتمع أمام سرعة المتغيرات والتحولات التي أصبحت تطبع حياتنا. فجميل أن يكون هناك أناس يفكرون، يخططون وينفذون في اتجاه تعزيز الثقافة في المجتمع. حملة وطنية للثقافة بالمغرب قد تصبح موعدا سنويا يلغي أي حاجز يفصل الإنسان عن الثقافة والفن الراقي. مبادرة كان وراء فكرتها وبلورتها المخرج المغربي المبدع كمال كمال، الذي يسعدني أن أستضيفه اليوم في هذه الحلقة. سي كمال، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك على قناة ميديان تي في. أيضا يسعدني أن يكون معنا الصحفي والكاتب والمسرحي الأستاذ عمر سليم. مرحبا بك أستاذ. أهلا بك. أهلا بك، شكرا. ويسعدني أيضا وسعيد باستضافة الصحفي والناقد الفني والكاتب المسرحي رئيس الجمعية المغربية لنقاد السمعية البصرية الأستاذ أحمد الدافري. أهلا بك أستاذ، وأهلا بكم جميعا. يعني الحديث اليوم سيدور حول طبعا أهمية تعزيز الفضاء الثقافي في المغرب، وسأبدأ معك مخرجنا المبدع كمال. يعني فكرة إطلاق حملة وطنية للثقافة هي ظاهرة ثقافية يعني صحية بامتياز، وما أحوجنا لمثل هذه الأفكار. طيب حدثنا عن هذه المبادرة، كيف بدأت وكيف تبلورت؟ هي فكرة قديمة، عندها 10 سنوات كنت أحاول يعني أن ندير واحد النشاط اللي اسمه القراءة للجميع. يعني كانت بزاف الموسيقى للجميع. نعم. الفن التشكيلي للجميع. هذه منذ عشر سنوات. نعم. والفكرة بدأت كتبلور بشوية بشوية. نعم. حتى جات واحد الوقيتة عرضتها على الأستاذ عمر سليم منذ سنة، وقلت له فوالا عندي واحد الفكرة ديال أني ندير حملة وطنية للثقافة في المغرب، خاصة أن المغرب يعني نلاحظ أنه يحتاج يعني حاجة ماسة ما أحوج المغرب والمغاربة لمثل هذه المبادرات. نعم. ثم عندنا المشكل ديال التعليم في المغرب، لأن الثقافة في الأخير هي ما تبقى من كل ما تعلمناه. فإحنا تعلمنا أشياء كثيرة، دخلنا المدرسة قرينا مع 20 سنة في المدرسة، ولكن في الأخير تلقى أن ذاك الشيء اللي تعلمته كله نسيته. فيبقى السؤال المطروح، علاش أنا قريت مثلا لمدة 15 سنة أو 10 سنوات أو 20 سنة وفي الأخير اللي تبقى لي هو القليل جدا؟ فحاولت أن نبلور واحد الفكرة، أننا إلى قرينا أشياء صغيرة ممكن تبقى في الذاكرة ديالنا، وهذا الشيء عنده علاقة يعني بالموتيف، ماشي بالانتلكت، عنده علاقة. نعم. بالشيء العاطفي الوجداني اللي في الداخل ديالنا. ففكرت اني نقدم بعض الاعمال الوجدانيه اللي يمكن لها انها تؤثر في القارئ وتجعله انه يحب مثلا الروايه ويحب الموسيقى. نعم. ويحب الفن التشكيلي. ما رايكم استاذ عمر؟ يعني المبادره هي جديره بالاحترام والتقدير، خاصه انها مبادره ثقافيه بامتياز في المغرب. نعم فعلا، هو كمال جا عندي المنزل وجالسين تندردشوا تنذكروا، احنا اصدقاء منذ. نعم. زمان. قال لي بلا انا فكرت نديروا هذه القضيه حمله وطنيه للثقافه. الثقافه. نعم. انا جاني لو بروجي فالمشروع كبير بزاف. نعم. حيت خص امكانيات، ربما يتطلب امكانيات كبيره. امكانيات بالغه جدا. نعم. خص امكانيات كبار.
قلت له هي الفكره في حد ذاتها جميله وجيده، ولكن خصنا كيفاش نعملوها ونفذوها. قال لي خلنا الوقت حنا تنفكروا، ذكر مع ناس اخرين مثقفون ومسؤولون في البلاد وهذه، وكل شيء عبد الفكره. الكل رحب، الكل يعني رحب بالفكره. قال لي ودابا شوف الابواب مفتوحه، يلا بسم الله نمشيو في هذا المشروع، في هذا الاتجاه، ونحاولوا نحققوا هذا المشروع. وحنا في الحمد لله في صدد تحقيقه. زعما احنا خدامين داغاش بي كومون ديون فرونسي، اون ترافاي داغاش بي، خدامين باش يتحقق هذا المشروع في الاسابيع المقبله. طيب سي احمد، انت ككاتب مسرح ايضا وناقد، يعني كيف تنظر الى هذه المبادره الثقافيه التي يعني لا شك سيكون لها انعكاسات ايجابيه على المجتمع لانها مبادره ثقافيه؟ بالتاكيد، لكن في الحقيقه نحن لا نود ان تكون هذه المبادره مثل العديد من المبادرات التي انطلقت في فتره ما وحاولت ان تساير نوعا من الحاجيات المرحليه المؤقته وبعد ذلك اندثرت ولم تستطع ان تصل الى مبتغياتها. آنية يعني آنية، كانت آنية يعني مؤقتة. وأكثر من ذلك نحن نريد من مثل هذه المبادرة التي هي بالتأكيد مبادرة أساسية ونحن في حاجة إليها في الظروف الراهنة، نظرا لأن العقل الوطني البشري يجب أن يخضع للمساءلة إلى أي حد استطاع المجتمع الآن أن يرقى بمستوى الكائن البشري وبمجموعة من القيم، قيم المواطنة، قيم التضامن، التآزر، قيم الإبداع، قيم الخلق، كل هذه الأمور نحن في حاجة إليها، لكن على أساس أن تكون لدينا رؤية واضحة ويكون المشروع من ناحية الاستراتيجية مدقق فيه وأن نعرف جيدا ماذا نريد أن نصل، لأنه إذا كنا سنصل فقط إلى الوجدانيات فهذا أمر خطير. نحن نريد أن نصل إلى ما يمكن أن يخاطب العقل بالضبط. نعم، صاحب الفكرة بجانبك يعني أستاذ أحمد. أستاذ كمال، يعني رؤية واضحة تكلم عنها الأستاذ أحمد، كيف ترى؟ الملاحظ في المجتمع المغربي، في كل المجتمعات العربية، أن الناس يمرون أمام الأشياء ولا يتساءلون. يعني لوحة الموناليزا، كل واحد، كل مغربي يعرف لوحة الموناليزا، كله كيشوفها كيقول لك هذه لا جوكوند، ولكن لماذا هذيك لا جوكوند مهمة؟ لماذا هي أحسن لوحة موجودة في العالم؟ علاش القيمة ديالها كبيرة؟ هذا تساؤل لا يطرح. السيمفونية الخامسة لبيتهوفن كل شيء كيعرف، كل شيء كيعرفها. نعم. ولكن علاش هذيك الموسيقى مهمة؟ اش كتقول هذيك الموسيقى؟ شنو هو يعني ما هي الدلالة ديال هذيك الموسيقى؟ حتى حنا نعرفها. طيب. علاش؟ لأننا لا نتساءل، لا نطرح السؤال، كتعجبنا الحاجة وفقط. في البلاد المتقدمة إلا وريت شي واحد شي حاجة زوينة كيقول لك علاش هي زوينة؟ نعم. فالقضية هي تساؤل، ان المواطن المغربي لازم انه ما يمرش امام الاشياء بدون ان يفهم الاشياء ويتعمق في جوهرها. نعم، طبعا يعني التساؤل لو كيستيونمون شيء مهم لتطور الشعوب. صحيح. طيب كيف كان وقع هذه المبادره الوطنيه للثقافه على الوسط الفني والثقافي بشكل عام في المغرب؟ كان استقبال كبير. نعم. الناس صفقات لاقت التشجيع والترحيب. تشجيع كبير. نعم. مع العلم معنا فنانة معروفين ديفيدت معنا في مشهورين في هذا المشروع، منهم عمال عيوش، منهم بزاف. انا نقدر اون بوليسيتي زعما اون بوليسيتي نعيم المشرقي معنا بزاف، يعني مجموعه من النجوم المغاربه رحبوا وشجعوا وجاوا انهم يساعدوا. اللي قال الاستاذ، حنا في واحد الظرف صعيب عالميا، ماشي غير عندنا حنا، عالميا كاين واحد التطرف. كاين تطرف من قلة الثقافة، من قلة المعرفة ومن قلة الوعي. نعم. حنا بهاد الحملة ما بغيناش نوعيو الناس، راه الناس واعية، بغينا غير نحسو بين كاين واحد القضية اسمها الفن، اسمها الثقافة، اسمها الأدب، اسمها الفلسفة. نعم. اسمها الشعر، اسمها فن تشكيلي.
وهذا للارتقاء اكثر بوعي الشعوب اكثر. نعم ونضج الشعوب. نعم تفضل. لكن استاذ المشكل الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاطار هو انه حتى العقل والمزاج المتطرف له ثقافته الخاصه. بمعنى انه مفهوم الثقافه هو مفهوم يجب ان يتم التدقيق فيه لانه دراسه هذا. يعني يعني نريد ان نثقف الناس. يعني ما هي العناصر التي ستعتمد عليها هذه الثقافه؟ اذا كانت هذه الثقافه ستكون فقط من اجل الترف، كان نكون بمثابه اشخاص نعرف الجوكاندا والكتب الخاصة بالأدب العالمي، وهذا لا ينعكس علينا على مستوى المادي الملموس في حياتنا اليومية وفي السلوك. نعم. على مستوى الفضاءات التي نتعامل معها، على مستوى نظافة علاقاتنا العامة، على مستوى روح الإبداع التواقة داخلنا. يعني ما هي الآليات والضمانات التي يمكن أن تتحقق لهذه المبادرة حتى نستطيع أن نصل إلى مثل هذه المبتغيات وهذه الأهداف؟ ماذا تردون سي كمال؟ أقول أن التطرف يأتي من ثقافة معينة، أنك تدرس شيء معين. يعني التطرف الديني يأتي من دراستك فقط للدين، وأنك لا تنفتح، يعني تدرس الدين من داخله وليس من خارجه، ولست متفتحا على ثقافات أخرى تعطيك رؤية واضحة لك التفكير أو الفكر الديني ديالك. وعلى ذاك الشيء احنا اختارينا في البرنامج، اختارينا مثلا البيت والعالم لتاغور. البيت والعالم هي أنا والآخر، أنا نعم. موجود ولكن الآخر الانفتاح موجود. الانفتاح الآخر. الانفتاح. نعم. نعم. لست موجود وحدي فوق الأرض، هناك ناس آخرين أتفاعل نعم. معهم وأتعامل معهم، ويجب أن يكون لنا سلوك تقريبا موحد. وعلى داكشي نكمل أننا نعم. اختارينا الموسيقى الكلاسيكية لأنها هي إرث ماشي أوروبي، هي إرث إنساني. نعم. هي وجدت للإنسان، واختارنا لوحات مثلا عالمية لأن هذيك إرث إنساني، هي إرث لنا احنا كمغاربة. نعم. يعني أذكر فقط أن هذه المبادرة الوطنية للثقافة تهدف إلى تحفيز الفرد على قراءة 3 كتب كلاسيكية والاستماع إلى 22 مقطعا موسيقيا للموسيقى الكلاسيكية أيضا، واكتشاف 24 لوحة لكبار الفنانين التشكيليين. يعني سنتعرف طبعا على هذه المحاور بالتفصيل تباعا، لكن أولا كيف تم وضع هذه المعايير لهذه طبعا الحملة الثقافية؟ يعني الكتب والموسيقى الكلاسيكية والفن التشكيلي، لماذا اخترتم هذه المحاور؟ طبعا كما سبق وقلت أن الأدب يعني الرواية والموسيقى والفن التشكيلي هما نعم. الفنون. يعني بعد السينما اللي عندها رواج كبير، يعني الآن أصبحت السينما هي الفن الذي يباع الأكثر في العالم، هناك الرواية وهناك الموسيقى وهناك الفن التشكيلي، لأنهم هما المحاور الأساسية أو الركائز الأساسية للثقافة في العالم. والعالم الآن يحتاج تقريبا إلى ثقافة موحدة، يعني نعم. تكون ثقافة موحدة، وبعدها كل شعب يكون عنده الثقافة ديالو كيغني بها الثقافة الإنسانية، ولكن على الأقل تكون عندنا واحد اللغة موحدة اللي يمكننا نتواصلوا بها ونتفاهموا بها. واختيار ديال اللوحات وديال الموسيقات وديال الروايات ما جاش غير هكذاك، فكان مدروس. إذن يعني. اختيار الرواية واختيار الموسيقى الكلاسيكية والفن التشكيلي هي المحاور الثلاثة الأبرز في هذه الحملة الثقافية. يعني نبدأ طبعا بالرواية، بالقراءة والمطالعة، هذا المحور الهام الذي ربما يعاني منه المجتمع حاليا. ترون أن هناك قطيعة أو هناك شرخا ما يعني بين الفرد والقراءة أستاذ عمر؟ القراءة كقراءة لا، حيث الناس تقيل تقرأ في التليفون. نعم. طيب بين الفرد والكتاب. نعم. الكتاب في اسمه اللي عندنا الارقام المغربي تيقرا 2 دقائق في السنه، وقليل قليل جدا. نعم. 2 دقائق في السنه في الكتاب. في الكتاب. نعم. هذا سيت ان شيف اوفيسيال، ما رسمي ما نعم. في ارقام رسميه. نعم. ارقام رسمي ما في ليله ولا حتى. ومع العلم هي المكتبات فين تباع الكتب قلت بواحد الدرجه رهيبه. عندنا بقات عندنا 15 ليبريري، 15 مكتبه في المغرب. نعم. لتتبيع
الكتاب فقط. فقط ما كاينش الادوات المدرسيه، ما فيش السجائر، ما فيش هذه، الكتاب 15 في المغرب. احنا كدا 30 ديال 36 مليون نسمه نعم. كاين 15. لماذا تفسرون ذلك يعني؟ هذا واحد اندهار اندحار اندحار ولا ايه زعما هي في الستينات وداك الشيء والانحطاط وكاع زعما في الستينات كانوا المكاتب غير في مدينه الدار البيضاء مثلا كانوا مكتبات شتى كان شارع محمد الخامس في 5 أو 6 مكتبات وحدة الشارع محمد الخامس كانوا 3 وفي غاسين كانوا بزاف في الدار البيضاء ما بقاوش باقيين جوج في الدار باقيين 3 في الدار البيضاء. طيب لماذا هذا الابتعاد او هذا الجفاء يعني ما بين القارئ والكتاب برايكم استاذ احمد؟ في الحقيقه ان لكل زمن تاريخيا حاجياته الثقافيه. ففي الفترة التي كنا نعيش فيها في السبعينيات مثلا، فعلاقة المواطن والمغربي مع الكتاب في سياق تطوره الذهني عبر المؤسسة المدرسية التعليمية كانت علاقة وثيقة وجيدة. لماذا؟ لأنه كان يحتاج بالإضافة إلى ما يتلقاه في المدرسة إلى زاد معرفي ومتاع فكري لكي يغذي به عقله وروحه. أين كان يجده؟ في المكتبات العامة، في مجموعة من القصص المصورة منذ الطفولة، حتى يجزي به الوقت وحتى يقوم بعملية الترفيه عن نفسه. وهذا عملية الترفيه هذه مرتبطة بالمتعة، بحصول نوع من المتعة. الآن مصادر المتعة اختلفت، أصبح الآن الطفل بإمكانه أن يجد نفسه داخل وسط فيه مصادر أخرى للمتعة، لأن أصبحت لدينا ثقافة النص المصور أكثر قوة من النص المكتوب. فالكتاب هو نص مكتوب، الصور طيب. إذن طيب الفكرة واضحة. أحيانا أستاذ تعقيبا على كلامكم، يعني نرى أن الطفل ومنذ الصغر منذ يعني المنشأ ربما ينشأ في أسرة تعشق المطالعة والقراءة، ولكن هو لا يهتم بالقراءة. هنا أين يكمن الخلل؟ هل هي مسؤولية الأهل الأسرة أم هي ربما رغبة شخصية من الطفل؟ أستاذ كمال، أنا على ما أظن نرجع للمسألة ديال الإحصاءات، أن فرنسا هناك 12 كتاب لكل مواطن سنويا. نعم. كل مواطن فرنسي يعني سنويا كيقرا 12 كتاب، المواطن الالماني كيقرا 14 كتاب سنويا، المواطن الامريكي كيقرا 6 كتب 11 كتاب، المواطن الاسرائيلي كيقرا 6 كتب سنويا، حنا كنقراو صفحتين سنويا. نعم. يعني ورغم ان حتى هما عندهم الانترنت وحتى هما عندهم وسائل لي موان دو ديستراكسيون كثيره، ولكن نعم. كيقراو لماذا؟ لأنهم عندهم تربية للقراءة، ولأنهم كيعرفوا أشنو يقرأ. الأهم الإنسان باش يكون قارئ أنه شنو قرأ في الأول، لما تفرض عليه بعض النصوص، الأدبية. إنتاج الأدبي عندنا ضعيف جدا. باللغة الفرنسية تتنشروا 6 أو 7 غومون رواية في العام. نعم. في السنة. وبالعربية ما عارفينش شحال ما كاين 20 روايه 25 روايه، هذا قليل بزاف زعما. طيب منها 20000 ما كاينش انتاج، ما كاينش انتاج حيت ما كاينش قبول، لان الناس ما كتقراش. الناس ما تتقراش، لان ما علمهمش يقراو، لان حتى القرايه بحال اللي قال كمال سيتون تراديسيون، تقليد 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 عاده. وكاين فرنسا مثلا، لا سمعتي استاذ، فرنسا مثلا كاين برامج تلفزيونيه خاصه بالكتاب وفي جميع القنوات تحبب الكتاب وترشد. وهذا هو طبعا سنتابع في هذا الاتجاه. يعني مشاهدينا، المطالعه والقراءه هل هي من مكونات الحياة اليومية والفضاء الثقافي للفرد؟ لأن الفلاسفة والأدباء شددوا على أهمية القراءة، فقال فولتير: سئلت عمن سيقود الجنس البشري فأجبت: الذين يعرفون كيف يقرؤون. فيما قيل لأرسطو: كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب: أسأله كم كتابا تقرأ وماذا تقرأ. لنتابع الآن بعض الآراء التي استقيناها حول القراءة والمطالعة، ونعود بعدها لنكمل الحديث مع ضيوف الكرام. هاد الجيل ما بقاش كيقراو بزاف، ماشي بحال القدم. القدم باقي كيقراو، لان هادشي ديال الانترنت دات عباد الله بزاف.
تقريبا 90% ديال مشى مع الانترنت. قليل هذوك الناس الكبار باقي كيقراو القصات، اما هادو دابا راه كلشي مشى مع الانترنت. كاين واحد الظاهره اللي ظهرت بشكل كبير هي الانترنت، يعني كاين ولا الانسان كيتعاطى بزاف الانترنت، يعني كالفيسبوك كالواتساب، يعني بنادم مابقاش يعطي لواحد الوقت ديالو للقراءه والمطالعه. كاين ايضا غياب لما يسمى الماركتينغ ما بعد تقريب المنتوج الادبي المغربي الى المغاربه، ليس غائب، وهذا من مسؤوليه مثلا اتحاد كتاب المغرب، وزاره الثقافه، هذه الحركيه غير موجوده، بينما في الشرق او في بلدان عربيه اخرى موجوده هذه الحركيه، الحركيه ما بعد النشر، وهذه هي الغائبه عندنا على مستوى كل الانتاجات الادبيه والانتاجات الغنائيه او الفنيه. انا ما كنطالعش داك الشيء اللي ما كنحاولش نضيع الوقت، كنحاول نطالع داك الشيء اللي ندوز فيه انا امتحان، حيت كما قلت لك البلد ديالنا كتقدر تحصيل في مجال واحد، في المجال اللي انت تخصص فيه، اما مجالات متعدده، تقرا كذا، تقرا روايات، تكتسب ثقافه بلدان اخرى، تطالع على ثقافات اخرين، زيد ناقص. داكشي علاش كنحاول انا نطالع غير داكشي اللي غنتمتحن فيه، نجيب نقاط وسالكه. دونون دونون، عطيتيني غنرد لك. كيلقاو كتوبه في بي دي اف، بعض المرات صافي كيقول مادام انه لقى كتاب في بي دي اف يعني ما كاينلاش غادي يجي ويخسر الترام وهكا ويجي يقرا في المكتبه. عاود البارح واحد الطالب كان جالس حدايا كان كيقلب على الروايه ديال روميو وجولييت، يعني هاد الروايه راها معروفه، كان باغي يقراها. قالت له واحد الطالبه يعني بلا ما تقرا هذيك الروايه ديال روميو وجولييت راه كاين واحد الفيلم هندي تعرض كيمثل هاد الروايه ديال روميو وجولييت وكتبان يعني مثلوها تمثيل متقن، يعني احسن لك انك تقراها. صافي الدري حط ديك الروايه وما بقاش باغي يقراها، قال لها صافي صيفطي لي السيت وغادي نقرا، غادي نتفرج فيها في الانترنت. ربما نستمروا في الجيل الجديد وهما هاد الشباب وهما هاد الاطفال ديال اليوم، الا استمرنا فيهم الان بطريقه معصرنه وطريقه تربويه جديده ممكن اننا نصالحوا المواطن ديال المستقبل مع المطالعه. يعني آراء تابعنا، آراء متفاوتة متضاربة يعني حول القراءة والمطالعة، يعني كيف تعلقون على ما قاله المتحدثون سي كمال بداية؟ كاين نقطة أساسية وهي مسألة تربوية عندنا من صغرنا. نعم. كنا كنمشيو للمدرسة وكنا نمشيو للمدرسة، السؤال علاش كنمشيو للمدرسة؟ كنمشيو للمدرسة باش ننجحوا باش نتوظفوا، يعني كان الهدف أساسي عند كل تلميذ، يعني من كنا صغار عند كل تلميذ كتمشي تقرأ باش توظف. وفي الحقيقة هذا هو الهدف، هذا هو الهدف، هدف الدراسة. وفي الحقيقة نعم. الهدف من الدراسة نعم. ماشي هو باش تتوظف، الهدف من الدراسة هو تعلم الحياة. نعم. تعلم كيف يمكنك أن تعيش بطريقة جيدة، أنت وجدت في هذا الوجود وغادي تعيش واحد 60 سنة أو 70 أو 80 أو 100 سنة، خصك تعيش بواحد الطريقة جيدة. نعم. والمدرسة كتعلمك هذه المدرسة، ولكن مع الأسف لا المعلمين لا الأساتذة لا الوالدين كيوجهوك أنك كتقرا باش تاخذ شهاده باش توظف بها وليس لتعلم الحياه. اذا هذا ما يفسر ربما عزوف الطلاب الجامعيين عن القراءه والمطالعه استاذ احمد. نعم، واعتقد بانه من خلال هذه التصريحات الغنيه. نعم. التي حاولنا والصائبه والمنطقيه بالتاكيد يعني ولديها حجاج قوي، يعني يتضح ان الامر ليس بالبساطه التي يمكن ان نتصور، وانما هو معقد واشكالي، ولا يمكن ان نجازف بالقول وان نقول باننا سوف نجد له مخرجا وحلا نهائيا من خلال فقط مبادرة وبعد ذلك سوف نحقق كل ما نريد، لأن الأمر مرتبط بهياكل بقطاعات. نعم. لذلك طرحت السؤال في البداية، ما هي الرؤية وما هي الضمانات التي يمكن أن نستطيع من خلالها أن تقدم هذه المبادرة؟ نعم. 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 طيب كيف يمكن كسر هذا الجمود ما بين يعني الفرد وما بين الكتاب أستاذ عمر؟ هو المشكل الأساسي هي التعليم. عندنا مشكل تعليمي في المغرب وهذا لا ريب فيه وكل شيء عارفه، وكاين اسمه اللجنه مورا اللجنه تتحاول تلقى حلول المشاكل التعليم. انا نعطيكم واحد المثال شخصي، انا قريت مع فرنسيين 60 سنة،
انا ما قاريش العربيه بزاف، انا قاري بالفرنسيه والسلاميه. واضح واضح هذا الشيء، واضح فاميسيون فرونسيز. نعم، اللغه غير وسيله. طبعا وسيله تبليغ وصافي. طبعا 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 الهنديه ولا بالشينويه. نعم صحيح، المهم الافكار. المهم هو الافكار. انا قريت مع فرنسيين منذ الصغار، من تحضيري حتى من الحوض، وكنا تندخلوا في الصباح مع 8 صباحا تعطونا اون لوسون سكون ابيل اون لوسون دو سيفيزم، التربيه المدنيه. التربيه المدنيه، كي تقطع الطريق، كيفاش تدوي مع بابا، كيفاش تدوي مع الناس، كيفاش اسمو سلوك حياتي. سلوك يعني حياتي. نعم. اللي كان تيقول كمال وعنده الحق 100%. وكانوا تيدفعونا نقراو. الو في الصغار تقرا كتب مصوره، من بعد تدوز للكلوب دي سانك والكلوب دي سات، وانت طالع تتوصل لغوسو والفولتير وما يليه وديدرو اكسيتيرا. ومن بعد تتبقى فيك ديك النغزه ديال القراءه، ما يمكن ليكش قبل ما تنعس ما تقراش. لانك استمتعت، لانك استمتعت وتوغلت في الحياه اليوميه ربما. تولي استمتاع. نعم. وقت تقرا غير 5 ديال الصحف او 10 الصحف قبل ما تنام. صفحات. نعم. غادي تقرا قبل تتقرا. نعم. فيك واحد الغريزه ديال تولي اون باسيون. القراءه شغف يعني. تصبح. نعم. هذا الشيء في التعليم ديالنا، وانا با كان مدير مدرسه. نعم. ابتدائيه، وانا كنت نشوف الاطفال في المدرسه ديال ابي الله يرحمه، تنشوف الدراري ما تيقراوش، تيقراو ذاك اللي عاطينهم ا بي سي دي وصافي. سي تيرميني. ما كاينش، كاين المدرسه، ومن غير المدرسه ما كاينش شيء. يا با دو باغا سكولير. ما كاينش في المدرسه. اذا سمحتي انا قلت في البدايه انه هناك ثقافه بالفعل موجوده وسائده، وهناك، ولا اريد ان ادخل يعني في نقاش حول الارقام لان الارقام موجوده ومتوفره، هناك مجموعه من الجماعات التي تربي النشأة على قراءة معينة. أنا أعلم علم اليقين من خلال الأرقام للكتب، كتب معينة التي تروج داخل السوق والتي تباع في مجموعة من المعارض، في معرض الدولي للدار البيضاء. مجموعة من الكتب، مجموعة من الكتب التي يقرأها النشأ، لأنه هناك جهاز ضاغط مؤطر يحاول أن يربي هذه الجماعات على قراءات في اتجاه معين. تبارك الله عليك. وخاصة في البوادي. نعم. خاصة. نعم. في البوادي كي عندهم واحد دراسات بمعنى أنه معينة، أنه مسؤولية المؤطرين والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية المسؤولة لها دور كذلك وتقصير. نعم. لأن الناس الذين يريدون أن يحققوا أهداف سيحققونها إن أرادوا بقوة العزيمة. أستاذ كمال، يعني أنتم صاحب هذه الفكرة، المبادرة الوطنية للثقافة، فقط ما السبيل إلى جعل الفرد يعشق القراءة، يعشق الكتاب والمطالعة؟ نرجع أولا نجاوب الأستاذ دافيري على شنو هي الضمانات. الضمانات هو أن الحملة تكون مستمرة، ما تكونش حملة في سنة واحدة، حملة لازم تستمر مستمرة على مدى 15 سنة على الأقل. يعني كل المدى يعني. كل سنة. نعم. مثلا 6 شهور نتكلموا. نعم. فيها على الثقافة، ويجب أن تكون هناك متابعة طبعا. ويجب أن تكون هناك. نعم. متابعة. ثم أنا شخص، وسي سليم شخص، وسي الدافيري شخص، حنا اشخاص. صحيح. عندنا النيه الحسنه وعندنا الرغبه. صحيح. لاننا مواطنين باغيين بلادنا. نحلموا بالوطن، لان حنا نعيش في الموطن. حنا. نعم. باقيين نعيش في الموطن، لان الوطن هو الحلم، هو المغرب الجميل الذي نحلم به، الذي يكون فيه المواطن اجمل واحسن كما كل اهداف هذه المبادره طبعا. نعم. ولكن وحدنا راه ما يمكنناش نديروا شي حاجه. حنا غير مواطنين، راه ما يمكنناش. خصنا وحدنا يعني الان. مؤسسة. نعم. يعني وحدنا يعني. طيب. الجماعه اللي كتشتغل. طيب. معنا كفنانين. نعم. كالناس اللي كيشتغلوا معنا كتقنيين. طيب. باش نوصلوا هذه الحمله يعني. ما الذي يجب القيام كمل فيه. كمل. نعم. الله يخليك. تفضل. يعني احنا ما يمكنناش، غادي عندنا الرغبه، عندنا. شكون اللي لازم يساعد؟ شكون اللي لازم يساعد؟ الدوله. نعم. مؤسسات. نعم. الدوله طبعا. نعم. كلهم كيشجعونا لحد الان يعني. اللي مشينا مشيت عند الوزراء. نعم. مشيت عند الوزراء المسؤولين كلهم، مشيت عند وزير الثقافه، مشيت عند وزير التعليم، مشيت عند وزير. ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ كلهم كيشجعوا. نعم. كلهم مبادرة. طيب تشجيع لفظي كلامي أم يعني هناك هم تشجيع؟ نعم. وعندي إحساس أنهم يعني تشجيعهم كان هناك إمكانيات، يحاولون أن يجدون. نعم. الطريقة الأمثل يعني. نعم. قانونيا. نعم. لمساندة أنت عارف كاين إدارة وكاين. نعم. مشاكل يعني، كاين قوانين اللي ما يمكنش تساعد هنا، يمكن تساعد هنا. أين هي ثقافة القرب من كل هذا؟ ثقافة الاقتراب. الاقتراب هي لأن أن تبقى الثقافة في برجها العاجي. نعم. علما أن هناك فئات هشة
ويجب أن يتم التعامل معها من خلال بيداغوجية خاصة. فهنا عندنا برنامج يعني عندنا برنامج هنا ديال الفئة الفنانين المغاربة، الفنانين المغاربة نعيمة المشرقي، أمل عيوش، رشيد الوالي، فهيد خياري، رفيق بوبكر. ما هو دور هؤلاء؟ ما هو دور هادو غادي يدوروا في مدن المغرب كلها، في القرى الكبيرة كلها ديال المغرب، لتحسيس الناس ويديروا قراءات ويحاولوا يدفعوهم ما أمكن أنهم يشاركوا في هذه الحملة. ثم داخل المناطق الهشة في كل يعني في كل المغرب، كل المغرب، المناطق الجبلية ربما مثلا، والجماعة لي ريجيون يعني الجهات تقريبا. نعم. احنا الان بصدد الامضاء مع جهات الدار البيضاء، الدار البيضاء الكبرى. نعم. مع جهة الشرق، وعندي موعد مع جهة الشمال، جهة طنجة. نعم. أصيلة، يعني هادو كلهم كيساندونا وهما اللي غادي يقوموا يعني بتمويل بعض المشاريع، يعني بعض ماشي مشاريع، بعض يعني لي زيفينمون، بعض النشاطات. غادي تندار افلام، غادي تندار في كل مدينه في المغرب، كاين 54 مدينه، في كل مدينه في المغرب غادي تندار الايام السينمائيه الخاصه بالحمله الوطنيه، وغتعرض فيها الافلام اللي عندها علاقه بالمشروع. يعني انا كارينينا عندنا كروايه غادي نعرضوا الفيلم ديالو البيت والعالم ديال طاغور، روايه غتعرض الفيلم ديالو. عندنا موزار غادي تعرض الاماديوس، عندنا موديغلياني غادي تعرض الفيلم ديال موديغلياني. السينما غادي تحاول انها ترسخ. نعم، حتى مخرج الحلقة الأستاذ حميد يعني يشارك في النقاش ويريد أن يتساءل من هي الفئات المستهدفة في هذه الحملة، الأطفال أم اليافعين، الشباب، عندنا ثلاثة ديال الفئات العمرية المستهدفة. ثلاثة ديال الفئات عندنا. نعم. من 16 سنة إلى 100 سنة أو 120 سنة، وعندنا أقل من 15 سنة. نعم. اللي هي كوتي أونفون الأطفال. نعم. وعندنا السجناء. عندنا. نعم. طبعا الناس العاديين غادي يتعطاوهم هذوك لي غومون ويقراوهم او يشريوهم، او يعني كاين بزاف ديال الطرق باش يتوصلوا. كيف يمكن للسجين ان يستفيد من هذه؟ لا، شفنا مع اداره السجون اللي. نعم. هي كتحبذ الفكره. نعم. يعني وتلاقيت تم الاتفاق العام. تم الاتفاق مع مازال ما تمش الاتفاق يعني كتابيا، ولكن. نعم. جلس مع الكاتب العام ديال اداره السجون وحبذ الفكره، وهو انسان يعني مثقف وكيحاول ما امكن يعاون السجناء والسجين. المشكل ديالو هو الوقت. نعم. الوقت يمر ثقيل جدا، فاذا اعطيناه يقرا وتعطيه الامل انه مثلا غادي يربح واحد المبلغ مادي، او غادي يخرج يشارك في ذاك البرنامج التلفزيوني، غادي يقدر يولي انسان افضل. نعم، سننتقل الان الى المحور الثاني في هذه الحمله الوطنيه للثقافه. المحور الثاني الذي يحظى باهتمام الحمله الوطنيه للثقافه هو تحفيز المغاربه على الاستماع للموسيقى الراقيه، ولاحقا الاستماع للموسيقى الكلاسيكيه العالميه. وهنا السؤال، لماذا الموسيقى الكلاسيكيه على وجه الخصوص؟ نتابع الان بعض اراء العموم ازاء الموسيقى الكلاسيكيه ومدى اهتمام الناس بهذا النوع من الموسيقى، ونعود لنكمل الحديث. الموسيقى الكلاسيكية ما تنسمعو ليهاش بزاف، لأن ما تتفهمهاش، ما تنفهموهاش، وأول حاجة ما كبرناش معاها، ما عمرنا ما تنسمعوهاش بزاف في الراديو ولا في القنوات ديالنا ولا شي حاجة. راك عارف تنعرفو غير شي حاجة إلا صادفنا في الإنترنت وشي حاجة على بحال بيتهوفن، واللي تنعرف أنا في المغرب هو الدكالي، هو اللي تنعرف، ولأني ما فهمتي ما تنفهمهاش. شنو فهمتي شنو تقول؟ تجيني مملة. بالنسبة لي كنتصنت لها شوية بحال بيتهوفن، موزار، كيجوني كتبغي تكالما كتصنت لهم. ولكن بالنسبة للشباب اللي عليا دابا الأغلبية كيبغي تصنت كما كنقول حنا الشباب زدحة، فهمتي؟ كلشي كيتسمي ذاك الهيت ديال الراب، فهمتي؟ دي جي. لا ما دابا الكلاسيكية قلالين اللي كتلقى كيتصنتوا لهم، خصوصا الشباب اللي طالع دابا كتعرف كلشي كلشي كيبغي يتصنت لذاك الهيت الجديد، فهمتي؟ مع الكلاسيكيين قلال اللي كيتصنتوا لهم هنا في المغرب. هذه الثقافة في المغرب مازال كاينة، ولكن غير بحال غير نسبية، فهمتي؟ هي بدات غادية وكتنضاتر. حيتاش مثلا إذا جينا مثلا 1970 ل 1960، فهذاك الوقت كانت غير هذه الموسيقى الكلاسيكية، بينما دابا هاد الموجات الشبابية اللي ظهرات، خصوصا الإيقاعات، خلات الناس يتخلاو على هاد الثقافة الكلاسيكية ويتجهوا باش يسمعوا الإيقاعات الجديدة. بحال وليتي كتعتبر ديك الموسيقى الكلاسيكية راه هي صافي، هي كتحتكرها واحد الفئة معينة، وبحال صافي فات الوقت ديالها. ما تلاحظوا اليوم أن مقاطع غنائية ظرفية تموت في التوقيت،
أكثرية الأغاني اللي ظهرت مؤخرا في السنوات الأخيرة هي مقاطع موسيقية من أجل إثارة انفعال الشباب اليوم. الموسيقى الكلاسيكية عندنا بالنسبة ممكن الباحث يهتم بها، اما بالنسبه للحاليا الشباب بحالنا حنا راه كنهربوا من الموسيقى الكلاسيكيه، كنتهربوا منها حيت تجينا بحال ما عندناش الوقت باش نتصنتوا ديك 17 دقيقه ولا 20 دقيقه ولا 15 دقيقه، تنفضلوا شي حاجه اللي فيها 5 دقائق ولا شي حاجه صافي غاديه وكتنعدم. لي جون ما كيسمعش الموسيقى الكلاسيكيه حيت الكلمات ديالها ما مفهوماش وما كتنطبقش على هذا العصر هذا، وزياده على ذلك ان تراك كيكون طويل كتكون فيه مثلا 18 دقيقه حتى 25 دقيقه، صعيب زعما الصراحه جون باش غادي يبقى مكونسونطري مع واحد الديسك فيه 25 دقيقه. طيب قبل التعقيب على ما جاء يعني على لسان هؤلاء الـ يعني الـ الـ الافراد، يعني لماذا الموسيقى الكلاسيكيه؟ ببساطه لانها موسيقى لكل انسان في العالم، كل عالم عنده واحد الموسيقى موحده ديالو. نعم يعني بحال النيمن ايما. نعم الشعار نعم. انساني نعم. مزار نش. في العالم تمشي لامريكا تمشي للصين تمشي لليابان نشيد تمشي انساني نعم. نشيد انساني نعم. علاش حنا ما نعرفوش؟ واش حنا خارج الانسانيه؟ واش حنا خارج اطار الانسانيه؟ حنا بشر كي كل البشر، وكما قال واحد الشاب ما نسمعهاش لان ما كنفهمهاش لان ما عندناش تربيه موسيقيه. وحنا المحاولة ديالنا خلال هذه الحملة أننا نعم. دايرين كتيب كيشرح هذه الموسيقات، يعني لأن الموسيقى لغة وان هذه الموسيقى عندها معنى، وهذا المعنى الا فهمته غادي تعجبك الموسيقى، وبما انك ما تفهمش المعنى باردون بحال اللي كتسمع واحد شي واحد جالس معاك وكيهضر بالصينيه وانت ما تفهمش اللغه صحيح الصينيه صحيح. غادي تيفا تونوي غادي تنزعج. هذا ما يفسر الابتعاد عن الموسيقى الكلاسيكيه. هذا ما يفسر. فهون يجب على واحد طريقه للتربيه الموسيقيه. نعم. هي اللي كنحاولوا نديروها من خلال هذه المبادره بواحد الطريقه سلسه يعني، وخلال من خلال صفحه او اثنين. معرفه الامور خير من جهليه طبعا. هاد الموسيقى انقرضت، الموسيقى الكلاسيكيه حدا اول القرن العشرين بعد يا بلو دو ميوزيك كلاسيك اون كومبوز بلو، ما بقاوش شويه باقي ولكن ماشي بزاف، ولكن باقي بيتهوفن تيلعبوه لي زوركست فيلارمونيك في العالم كله، باقي موزار تيلعب كلهم مازالين كلهم ستافينسكي اكسيتيرا كلهم تيلعبوا في العالم كله، كاين ودون صاغيه بزاف لهاد الموسيقى. انت عارف مغاربه تياخذوا الطائره باش يمشيو يشوفوا غوستروبوفيتش يلعب فيولونسيل الله يرحمه، ولا باش يمشي يسمع. هذه حالات خاصة. حالات خاصة. حالات خاصة. لا حالات خاصة راه تقالت في نعم. في الروبورتاج اللي دوزتو. نعم. هذه ليليت اللي تسمع الموسيقى الكلاسيكية. الملاحظ أن هناك فجوة كبيرة يعني ما بين الموسيقى الكلاسيكية والجيل، الجيل الحالي يعني الشباب. لماذا برأيك أستاذ أحمد؟ ما أنه كاين فجوة طبعا وهذا ما تابعناه في التصريحات. لا هو لماذا الابتعاد عن الموسيقى الكلاسيكية؟ لا هو في النفور من الموسيقى الكلاسيكية. في الحقيقة لأن هذه الموسيقى أولا وسي كمال فهو متخصص في هذا المجال من حيث التركيبة الفنية الخاصة بها على مستوى التأليف الموسيقي، ومن حيث المقامات وكذلك أدوات التي يتم استعمالها في هذه الموسيقى، مثل ما هو الحال عند براهمز شوبان وغير ذلك، فهي مرتبطة بثقافة سمعية للأذن معينة، لأن حتى الأذن فهي يعني تتربى على نوع من الأصوات، تصبح لدينا نوع من الحميمية وارتباط الوجداني والعاطفي بأصوات معينة وبمقامات معينة. في المناطق الجبلية لديهم ثقافة معينة، في مناطق الريف المغربي، في مناطق سوس، في مناطق العروبية والعيطاء إلى غير ذلك، لهم ثقافتهم الخاصة. الخاصة ثقافتهم الخاصة. هذه الثقافة الإنسانية، ثقافة خاصة، ولكن لا يمكن أن ننزع عنها بعدها الإنساني، لأنها مرتبطة بالإنسان، بالإنسان في جميع الأحوال. الإنسان له خصوصية. ماذا نريد الآن أن نفعل؟ نريد أن نجعل من الإنسان متوحدا على مستوى الذوق،
هذا شيء صعب. لا 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 صعب. لا 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 لماذا؟ لأنها يجب أن نخضع الأمور للمؤتمر. الارتقاء بذوق الإنسان أكثر. ليس توحيد الارتقاء. لا حتى مسألة الارتقاء. هل لدينا مختبرا علميا دقيقا ولدينا أدوات قياس تقيس ما هو راقي في مجال الموسيقى؟ نعم موجود. موجود. هل العيطة ليست فنان راقيا؟ لا لا. هل العيوع عند الجبل ليس فنان راقيا؟ هل الأنغام العروبية ليست فنان راقيا؟ يعني في جميع الأحوال لا يمكن أن نعتبر بأن تتساءلون الموسيقى الكلاسيكية. تفضل سيح. يمكن هذا الشيء راقي. أنا تنبغي شي خد وضم تنموت على الغالية. أنا كان بغير الرأي كل وقت بغير الرأي ولكن هذا التمييز يعني أن الموسيقى الكلاسيكية الراقية شوية نوعا ما ماشي لا راقية سي يونيفرسال. هذيك موسيقى عالمية إنسانية. أنا الغالية دواتزم ديالنا هذا باتريمون ديالنا. زهجوكا رولينغ ستونز زهجوكا 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 في المغرب في الجبل زهجوكا منطقة جبلية في دائرة القصر الكبير. لما استمع إليها مجموعة رولينغ ستونز شنو داروا؟ أتوا إلى المغرب وسجلوا مع هذه الفرقة. هي حتى الغنية ديالي و ميغري طبيعة الحال ليل طويل داو بخريط كلي. الله يخليك نشرح لكم واحد القضية. بغيت نشرح لكم واحد القضية. كنتكلموا هنا في بعض الأشياء يعني الخاصة بالمغرب. كل واحد عنده ثقافته. حنا كنقولوا كل 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 شعب عنده ثقافته اللي كتغني الثقافة العالمية. الجميل ما هو الجميل؟ هو لو بو سي سكي بلاي ا اون ماجوريتي اي كي ريزيست او طون. لا ماجوريتي هي الانسان. الموسيقى الكلاسيكيه بغينا ولا كرهنا البلاي ا اون ماجوريتي. يعني نكمل ما كيعجبهمش ما كيعرفوهاش. كنتكلموا على ماجوريتي في المغرب. لا ماشي في ماجوريتي في المغرب. كنقول في العالم. عندك دراسه؟ انا كنتكلم خليني نكمل لك. واش عندك دراسه في العالم؟ في العالم. عطيني غير واش كاينه دراسه؟ لا كاين دراسه ان العالم كله كيسمع موسيقى الموسيقى الكلاسيكيه. لا 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 كاين ارقام استاذ ورجع لها. كاين الموسيقى الكلاسيكية. أما الموسيقى الخاصة ديال الشعوب كتعجب ديك الشعوب وأحيانا إلى مشات المهرجانات الناس يقدروا يستحسنوها. أما الموسيقى الكلاسيكية بقات يعني إلى ريزيستو طون دارت هذه ثلاثة ديال لي سياكل أربعة ديال لي سياكل. كارلو غيزالدو عنده ستة ديال لي سياكل وباقي الآن لافوكاليز ديالو كيسمعوها في العالم. لو كانت هي موسيقى الكلاسيكية هي ديال يعني ديال الأغلبية في العالم لكنا رأيناها غزت الأسواق لأن السوق يبحث عن الأغلبية. نعم. فهمتني منتشرة تجاريا يعني ناحية تجاريا. نعم. لأن التاجر يبحث عن ذوق الأغلبية. لو كانت هي الأغلبية لتم الاستثمار فيها وأصبحت هي المهمة على الأسواق. إذن فأنا لا 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 متفق. ما فيش منزل فرنسا أو في أنجلترا أو في ألمانيا أو في أمريكا ما فيش أسطوانة ديال الموسيقى الكلاسيكية. ما كاينش أي بيت في موسيقى في على الأقل التريزور دي كلاسيك في أربعة ديال لي سيدي. أي بيت تدخل نبدأ يعني نبقى يعني نبقى نفس لك هذا الشيء الموسيقى غير باش نقول زي هل النموذج هو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا 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 المغرب جزء من العالم ولكن في الإطار المغرب الجزائر تونس العالم العربي كله لكل منطقة ثقافتها الخاصة. إذن هذا هو النقاش يجب أن يستجيب في هذا قلتي مصر هما الشباب ديال اليوم واش يذوقوا المكلتوم ولا محمد عبد الوهاب ولا السيد درويش ولا فريد الاطرش لعلهم دكالي. وهل يتذوقون في مصر الموسيقى الكلاسيكيه؟ هل لدينا دراسه علميه دقيقه الموسيقى الراقيه؟ الموسيقى الراقيه في بلاد العالم العربي حتى ديال الفنان مفهوم الرقي مفهوم فضفاض. لا عندهم محمد عبد الوهاب اجمل الحان ديالو خدام موسيقى الكلاسيكيه بطبيعه الحال. نعم عندهم دكالي شي واحد ينكر باللي فنان راقي. طيب كما قال الفنان راقي ولكن واش كيبيع في سي كمال كيبيعش سي كمال لان عندنا انحطاط في الذوق. الناس كتشري الاشياء طيب. ديال طيب. ما عرفتش انحطاط في الذوق الاسماء ولكن كان انحطاط كبير في الذوق. وحنا والدور ديال المثقف والفنان المغربي انه ينمي الذوق ديال الشعب ديالو. انا قد اتفق معك انا قد اتفق مع استاذ اسمع الله يرضي عليك. يمكن السنه الاتيه غادي نديروا الاغنيه المغربيه ما عندوش مزال الاغنيه المغربيه انقرضات ما بقاتش. الاغنيه المغربيه خلقها سي محمد فويتح وجبران والبورزقي هادو هاد الثلاثي سورتو سي محمد فويتح
وخداع عبد الوهاب الدكالي والاخرين. سي عمر، سي عمر، هنا 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 هذا محور اخر ربما سنتعرض له في يعني حلقات اخرى. يعني الان انحطاط الاغنيه، قال الاستاذ كمال انحطاط، يعني كيف يمكن تهذيب الاذن الموسيقيه لدى الشباب الان؟ استاذ حسب ما يمكن ان تحدثه من تاثير على المتلقي. اعطيك مثال. نعم. فبالنسبه لمجموعه من الاشخاص لا يعلمون بأن الموسيقى لها تأثير نفسي على المستمع في حالة، عندما يكون في حالة غضب قد تقوم بتهدئته، قد تنمي قدرته على التركيز، قد تنمي قدرته على التركيز، قد تساهم في أن يصبح يعني في حالة فرح أو سعادة. يجب أن ننمي هذه الأمور. كلمة باختصار أستاذ كمال، ننتقل إلى محور آخر لو سمحت. لاغ اي دو غوسور دي برانس، معروفه هذه مقوله. الفن هو اختصاص الامير، الامير بمعنى الامبراطور، والملك هو رئيس الدوله وزاره الثقافه، هذا هو المعنى ديال الامير. فهما كانوا دائما كيصرفوا على الفنان، علاش؟ باش ما ينزلش على الجمهور، باش الجمهور يطلع عند الفنان. هكذا الناس كتطور، ماشي ان الفنان يهبط يدير الجرة ولا يدير اي نوع من الموسيقى اللي ناقصه الشعب باش يعيش. كيعيش الامير هو اللي كيصرف عليه. موزار كان يصرف عليه لومبرور. بيتهوفن كان يصرف عليه. يجب الارتقاء، الارتقاء بذوق الشعب. كي يرتقي الشعب عند الفنان وليس لينزل الفنان عند الشعب. اللي وقع الان ان الفنان هو اللي كينزل عند الشعب. طيب، لان كاين انديميسيون ديال الامير بمعنى الامير اللي هو الوزارات. طيب سي كمال، نبقى في مجال الفنون والحس الجمالي لدى الانسان. لولا الفنون لما كانت هناك حضاره او ثقافه على وجه الارض. ومن اهم وابرز هذه الفنون هناك الفنون التشكيليه المرتبطه بعلاقه وطيده بالخط والرسم والنحت والعماره والبناء من مدن وشوارع وحدائق واسواق واثاث وملابس وغير ذلك. اي ان الفن التشكيلي ثقافة بصرية وتعبير ثقافي يعكس ذوقا وعلما وخبرة. فكلما كانت الفضاءات غنية بالأشكال والألوان كلما أثر ذلك على تفكيرنا وسلوكنا. وهنا لابد من طرح السؤال التالي، هل لدينا الثقافة الكافية للتعامل الصحيح مع الفن التشكيلي؟ سي كمال. ليرجع الأخبار في التلفزيون المغربي يعني من الستينات تل دابا كيلقى دائما في النهايه ديال الاخبار معرض لوحات. لماذا؟ لان الحسن الثاني الله يرحمه اللي تي كونسيون باللي الفن هو اللي يخلق الشكل ديال الوطن. انطلاقا من لي زوريونتاليست اللي رسموا مراكش، الى مراكش اليوم مثلا مدينه جميله وفيها لي ديكور جميلين، لان كانوا لي زوريونتاليست تخيلوا تخيلوا الديكورات وجاوا من بعدهم المغاربه. والان لي ديكوراتور ولي زارشيتكت مين كيجيبوا هذوك؟ كيجيبوهم من اللوحات ديال الرسم. فالمدينه كتولي تعيد البناء ديالها من خلال اللوحه، لان لا شيء ياتي من الفراغ. ديكوراتور كيديكوري قصر او بيت او غرفه من خلال انه ينقل ملوحه. لهذا الفنون التشكيليه كتخدم الشعوب باش يعيشوا في وسط واحد الجماليه. حنا مع الاسف كنعيشوا في القبح، كبرنا في دروبه فيهم قبح، فيهم السماجه، فيهم الوان غير جميله. التلوث البصري، ما يسمى بالتلوث البصري. نعم. طيب، يعني لابد الان ان نطلع على ما قاله المواطنون من فئات عمريه مختلفه عن الفن التشكيلي واللوحات التشكيليه. كيف ينظر الى هذا الفن، او كيف ينظر الى هذا الفن، وما راي المواطنين بمعارض الفنون التشكيليه؟ اراء نتابعها في هذا الشريط ونعود بعدها لالقاء الضوء اكثر على هذا المحور. انا عن تجربه لا في لونتوراج ديالي ولا في ميدان العمل ديالي ولا كنشوف المغاربه كاملين ما كيعرفوهوش في الفن التشكيلي. ولهذا خاص كاين تحفيز، خاص يكون تحفيز ولا شي طريقه اللي يوصلوا بها المغاربه القيمه ديال هذا الفن. لانه ما نظنش، كنظن اللي غيفهموا الا اللي في الميدان الفني التشكيلي هو اللي يقدر يقرا اللوحه التشكيليه. في الحقيقه الفن التشكيلي تعطينا انطباع على انه يعني الفنان يعني اللي عندهم الهام في الميدان ديال الفن التشكيلي هما فئه يعني منقطعه عن المجتمع، وحتى الانتاجات ديالهم فالمواطن المغربي
في التربيه ديالو، في التكوين ديالو، في ثقافته، ما عندوش هذاك الالمام، هذاك العمق اللي تيعطيه المجال على انه اولا يفهم اللوحه كيفاش دارت، شنو هما المقاييس، شنو هما المعايير، الى اي مدرسه تنتمي. وفي بعض الاحيان المواطن المغربي يعني العلاقه ديالو بالفن التشكيلي يمكن نقول بانها انطباعيه، يعني واش فيها الالوان مضيئه او غير مضيئه، وبالتالي حتى يمكن العلاقه عند المشكل تنظن في التربيه ديالنا، في التكوين، في كذلك الدراسه، لانه المناهج التعليميه لا تعطي حيز يعني للمواطن المغربي باش ينفتح. الفن التشكيلي الوان، ماشي ما كنفهموش المعنى ديالو. نقدروا مثلا نشوفوا لوحه ثمنها يوصل يقدر يكون ثمن زعما خيالي، وحنا كتجينا ما نعطوش فيها حتى شي ثمن رمزي. سبق لي زرت بعض المعارض ديال الفنانين التشكيليين اللي عرضوا على اللوحات ديالهم في مدينه مكناس، خصوصا في بن منصور. صراحه تلاحظوا الغياب ديال الثقافه عندنا بزاف. شخصيا انا كي تندخل لواحد المعرض تيعجبوني اللوحات ولكن ما تنفهمهاش، ولكن تنحاول انني نلقى شي حد اللي غادي يقيديني، ما تلقاش. باش انه الواحد يفهم اللوحه خصو زعما واحد المجهود كبير انه يفهم، وخصو يكون عارف مزيان في مجال ديال الفن التشكيلي. وانا كنشوف بلي دابا لي جون ولاو انهم كيمشيو لي غالري، كيمشيو لي زيكسبوزيسيون باش انهم يشوفوا يكتشفوا الفن ديال هذاك الفنان. ما كيبقى الدور ديال الفنان التشكيلي انه يكون حاضر في هذيك الغالغي ولا في ديك الاكسبوزيسيون باش يشرح الفن ديالو والفكره ديالو، باش انه يقدر ينمي شويه ديال المعرفه. طيب، الجميع كما لاحظنا يعني اجمع على عدم فهم اللوحه التشكيليه، يعني ان صح التعبير. كيف يمكن تفسير هذه المسافه كذلك ما بين المتلقي والفن التشكيلي سي عمر؟ كاين جوج مراحل. نعم. كاين المرحله من بعد الاستقلال اللي كانوا نخبه من الفنانين التشكيليين في المغرب، كان ملك كعيا، كان ميلود البيض، كانوا شي كانوا ماشي قلال. نعم. كانوا قلال، وكان ايفيكتيفون انا اليتيست، كانوا تيمشيو لي غير واحد النخبه من المواطنين هما اللي تيتزموا بهذا الفن، بهذا الفن الكبير. ربما لو ديسان هو اكبر فن كاين في. نعم. الفنون. ولكن منين صاحب الجلاله محمد السادس خدا العرش، ولا واحد الاهتمام كبير بالفن التشكيلي في المغرب، ولاو فنانات تشكيليين بزاف تيرسموا لي غالغي، تزادوا في الدار البيضاء وفي طنجه، في طنجه تزادوا 10 ولا معرض ديال لي غالغي، كانوا جوج في طنجه. في المغرب كله كان ولا اهتمام. هو المشكل هو الفهم، فهم اللوحه. هذه هي المشكله ديال المغرب، هذا هو المشكل اللي كنحاولوا. فهم اللوحه، كاين لا بانتيغ ابستخيت، كاين العابات التجريدي، كاين التجريدي بون تبقى تشوف ذاك الشيء. هي كاين الالوان، كاين الالوان وكاين ضوء في اللوحه، وكاين معنى، كاين معاني عميقه، ويكفي ان تقرا اللوحه. على داك الشيء كنا كنقولوا لا جوكوند مهمه، لان كاين قراءه كتقراها. هذيك لا جوكوند عندها الابتسامه ديالها، هاد الشنفه طالعه الفوق وهذه هابطه لتحت. علاش؟ يعني كاين شي حاجه خصك توجه الانسان، توجه المواطن انه المكامن ديال ديك اللوحه باش يفهمها. والانسان الا يكفي انه يقرا صفحه ديال التحليل ديال اللوحه، انه من بعد غادي يبقى يقدر يقرا كل اللوحات بسهوله. أعتقد انه صحيح ان هناك مشكل كبير على مستوى تلقي العمل الفني التشكيلي. نعم. لانه هناك وجود عائق ثقافي على مستوى ثقافه الصوره. فالصوره بالنسبه إلينا بشكل عام هي نص يجب أن تعرف مفرداته. ونحن ليست لدينا هذه الثقافة لتفكيك مفردات نص الصورة، نفكك مفردات النص المكتوب، لكن لا نستطيع أن نفكك مفردات نص الصورة، لأنه نص قائم بذاته. وعلى فكرة هي مفردات قليلة، يعني يكفي أننا نعرفها بسهولة. على هذا الشيء اللي قال الأستاذ أحمد كمال في هاد الحملة ثقافية اللي تنقوموا بها، اللي غنقوموا بها، خلى واحد طرف كبير للفن التشكيلي باش يحسس المغاربه المواطنين وشرح اللوحات، شرح لهم اهميه الفن. لا شرح اللوحات. نعم. يعني المفردات اللي تكلم عليها السي احمد موجوده، يعني لما عندما يفهم الفرد اللوحه يستمتع بها اكثر. لا لما. نعم. تفهمها. نعم.
تستمتع بها نعم. اكثر وتفهمها نعم. علاش مهمه نعم. ومن بعد يمكن لك تقرا اللوحات نعم. اللغه الاخرى نعم. عندك نعم. انكيزيسيون نعم. دو لا لونغ وهذه وهذه ثقافه بصريه بالدرجه نعم. الاولى بصريه يعني. نعم. طبعا وحتى حياه الفنان حيت الفنان التشكيلي الفنان التشكيلي ما عندوش حياه عاديه نعم. كاي عبقري الغرباوي ديالنا الغرباوي اللي كان فنان عملاق هنا في المغرب مات في باريس في طيب ضيوفي الكرام يعني بعد هذه الجوله في رحاب الفن والثقافه كيف يمكن جعل المغاربه يحلمون بمغرب افضل في بيئه ثقافيه مميزه؟ المغرب ليس هو التراب، ليس هو الجبال، ليس هو البحار، المغرب هو الانسان المغربي. نعم يعني هذا هو الوطن. العمل على الإنسان، العمل على العقل المغربي. نعم. نبني الطرقات هذا جيد. نبني نعم. العمارات هذا جيد. نبني الوطن هذا جيد. ولكن علينا بناء العقل المغربي الذي يفكر بالطريقة الأصح. نعم. هذا هو أهم شيء. نحن خلال هذه الحملة نحاول أن نفتح بعض النافذات، بعض الأبواب نعم. للناس أنهم يفكرون بطريقة أفضل ويرون الأشياء بطريقة أفضل فيصبحون بذلك أفضل. الإنسان يصبح الأداء أفضل. أفضل. ويصبح الأداء أفضل نعم. وبذلك يصبح المغرب والإنتاج أفضل. أفضل طبعا نعم. لما يكون عندنا حس جمالي طبعا نعم. غادي حياتنا تولي أجمل نعم. يعني كوستاريكا هي أهم دولة في العالم في رغد العيش يعني وأمريكا اللي هي دولة غنية وتكنولوجيا كلاسيا درجة 20. المهم ليس هو الغنى، المهم صح. هو طريقة الحياة، فن الحياة صح. وهذا اللي نحاولوا احنا من خلال هذه الحملة أننا نوصلوا للمغاربة أننا يكون عندنا فن ديال الحياة باش نعيشوا حياة أجمل ويعني في رفاهية ورغد. تعقيبكم أستاذ أحمد. التعقيب هو أنه لكي نستطيع أن نصل إلى تحقيق هذه الطموحات الجميلة وفي الحقيقة التي نحن في حاجة نعم. إليها لكي نستطيع أن نخرج ما أحوج المجتمعات العربية لمثل هذه المبادرات التي تحيط بنا نعم. بالإضافة إلى التركيز على الكائن البشري وعلى عقله. كيف ينبغي أن يكون هذا العقل؟ يجب أن يكون عقلا نقديا يطرح الأسئلة يطرح الأسئلة تساؤل. العقل النقدي يطرح الأسئلة وكذلك يجب أن نركز على العلاقات بين الأشياء على العلاقات بين هذا العقل وبين محيطه وبين الآخر وبين فكره كذلك يعيد دائما طرح الأسئلة نعم. العميقة لأنه في نظام فيه علاقات وتفاعلات متشابكة بين الأشخاص إذا نعم. لم يكن هذا الجدل بين الأنا والآخر بين الطبيعة وبين المحيط وبين صحيح. الكون لا يمكن أن نحقق الغايات المنشودة. كلمة أخيرة الوقت باختصار باختصار نعم. غنقول غير بأن الحملة فيها جوج مراحل المرحلة نعم. الأولى فيها ثلاث أشهر غادي تكون إحساس وغادي تحسيس نعم. وغادي يمشيو لي 12 ريجيون 12 مناطق المغربية نعم. وغادي يمشيو للمدن اكسترا نعم. والمرحلة الثانية غتكون على برنامج برايم في التلفزيون غادي يكونوا 15 مسابقات نعم. 15 لي برايم غناخذوا في الأول 200 مواطن من كل جهة هي 2400 نعم. وفي الحلقة 13 و14 و15 غادي يكونوا تصفيات ربع النهاية نصف النهاية والنهاية والسيد اللي غادي يربح ولا السيدة غتربح مليون ديال الدراهم باختصار متى ستبدأ هذه الحملة؟ الحملة غادي تبدأ في هذه الأسابيع المقبلة القليلة جدا إن شاء الله من بعد على الأكثر ثلاثة أو أربع أسابيع تبدأ الحملة. أريد يعني من هذا المنبر أن نعم. أشكر نعم. كل الفنانين الذي يساندونا. أريد أن أشكر السيدة فاطمة بن كيران التي تساندنا أكيد. بقوة الشكر للجميع. وكل المسؤولين اللي نعم. يساندوا هذه الحملة واللي عندهم لا بون فولونتي pour rendre ce pays encore meilleur. الحملة الوطنية للثقافة مبادرة جديرة بكل الاحترام والتشجيع أيضا بعد هذه الإضاءات مشاهدين على المشهد الثقافي في المغرب الذي سيتعزز حتما بإطلاق الحملة الوطنية للثقافة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الذين شرفوني وأثروا بحضورهم وخبرتهم حلقة اليوم. أشكر المخرج المغربي والمؤلف الموسيقي المبدع كمال كمال، شكرا لحضورك أستاذ. كذلك أشكر الأستاذ عمر سليم كذلك الكاتب والصحفي، شكرا لحضورك أستاذ. ميرسي بوكو.
كذلك الشكر موصول للصحفي والناقد الفني والكاتب المسرحي رئيس الجمعية المغربية للنقاد السمعي البصري أحمد الدافري، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم جميعا. إذن ليس هناك تطور ولا تنمية من دون تعزيز المشهد الثقافي والارتقاء بالذوق والحس الجمالي عند الفرد. إن الثقافة تعني تحول الكائن من مجرد الوجود الطبيعي إلى الوعي بهذا الوجود، لأنه حين تتوفر الأرضية الثقافية يحدث التوازن المطلوب في المجتمعات. تحية وإلى اللقاء.